المزرعة مترددة أو بين الحرمة وبين الكراهة في التعامل مع العين المغصوبة. إذا كان هذا العقار هذه العين المغصوبة فلا يجوز لغاصبها أن يقيم فيها، لا يسكن فيها ولا يبيع ولا يشتري ولا يجلس، لأن المال ليس من حقه، فليس له أن يستفيد منه على الإطلاق لا بالتجارة ولا بغيرها، لا يحل له ذلك، بل واجب عليه المبادرة إلى التوبة ورد هذا المال المغصوب إلى أهله. لكن مع ذلك لنفرض أنه تعدى ولم يرد هذا المال واستخرج ترخيص وصار يبيع ويشتري في هذا المكان، والبيع والشراء بعقود صحيحة، يشتري سلع مشروعة ويبيعها بطرق مشروعة وربح وكسب في هذا المال الذي هو في هذا المكان، لقلنا أنه يحرم عليه أن يبقى فيه أو أن يتاجر فيه، فالمسألة غير مرتبطة بعضها ببعض. المقام فيه ممنوع والغصب ممنوع، ولكن والبيع والشراء فيه ممنوع، لكن لو تعدى وباع واشترى بصورة صحيحة فالربح غير حرام، الربح هو حلال. وهل يجوز للناس أن يشتروا منه؟ قال يجوز مع الكراهة، فإذا كان الناس وجدوا مكان آخر ليس بهذه الصفة فينبغي أن يذهبوا إلى الأماكن الأخرى اللي ليس فيها هذه الشبهة. هذا مال، هذا مال نوع من أنواع الكسب المشبوه، أن يشتري إنسان من مكان يكره له فيه الشراء، فينبغي الناس اللي يشتروا منه حتى يحس بأنها وضع غير صحيح، وأنه ينبغي أن يتوب، لأن هذا من جملة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما الناس ترى منكرا وتتفق على أن لا تتعاون مع صاحب المنكر، هذا يعمل نوع من الضغط الاجتماعي على صاحب المنكر ويجعله يعني يفكر في أمره وربما يسارع به إلى التوبة. أما إذا الناس جملوه وسيروه في هذا الأمر ورأوا أنه لا بأس وأن المسألة واتخذ من ذلك أصدقاء ومعاونين والناس تمالت وصارت لا تبالي بهذه الأمور، هل يجعل الغاصب أنه يفكر في أن يرد الغصب ولا أن يتوب منه؟ لكن لو الناس يتعامل بالمعاملات الشرعية، لو الناس تطبق الشرع كثير من الفساد تلقائيا بدون حتى لا تحتاج حتى إلى كلام ولا تحتاج حتى إلى دروس، ليس هناك شيء أنفع وأنجع في قطع الفساد ودبر الفساد والمنكر من العمل ومن القدوة الحسنة. لما الناس تقدم من أنفسها قدوة حسنة تجد الآلاف يتبعون صاحب هذه القدوة، لأنهم يجدون الفائدة في ذلك ويجدون الراحة والطمأنينة والاستقرار، لأن الخير كل إنسان يميز الخير من الشر. وإذا كان الناس أيضا اتفقوا على أن المنكر يغيره بسلوكهم ليس فقط بأقوالهم، بسلوكهم، مثل هذه الحالة الناس تعلم خصوصا في الأماكن اللي مثل ليبيا ناسها محدودين، ناسها محدودون وقوانينها قوي، الغصب فيها واضحة ومعروف. هذه العمارات والبنايات في شارع الرشيد وفي شارع كذا، لما جاء قوي القرابة كلها استولى عليها وغصب من أموالها، طرد منها ناس الحقيقيين وملاكها الحقيقيين وهربوا وفروا، منهم من مات بالكمد والظلم ومن عاش في الخارج طهدوا، واستولوا عليها ناس سفهاء تربعوا فيها وتوسعوا في أملاكهم، والناس سائرتهم في ذلك وشجعتهم. لا يفكر إنسان حتى التفكير في أن هذا المكان يشتري منه، هل هو مكان يحل الشراء فيه ولا يحل؟ لو الناس عند هذا الوعي وهذا الإحساس الشرعي وهذا الفقه وهذه البصيرة ويتبع أمر الشرع، وقال لهم الشرع ما فيه، ليس في الشرع، ليس في دين الله من حرج، لم يحرم عليهم تحريما، بمعنى يعني لو حرم عليهم قد يقعون في الحرج،
أنما تكون مثلا شارع بأكملها أو مدينة بأكملها أكبر أو أكثر أماكنها كلها مغصوبة، فيقع الناس في الحرج لو حرم عليهم البيع والشراء فيه أن يشتروا منها. لكنهم وجههم الشرع، وجههم توجيه، وقالوا يكره لكم إذا وجدتم مكان آخر فلا تشترون. لو الناس أخذوا بهذا التوجيه الشرعي والناس تربوا في أماكن ليست لهم، حصل الناس كلها انصرفت عنهم وهجرتهم وتركتهم ولا تشتري منهم، لا بطل الباطل والتزوير والكذب والقوانين الفاسدة والجائرة كلها كانت توقفت. لكن اللي ساعد على هذا الناس تمر عليه، بل يتسابقون على ذلك، وكل واحد يعمل ملف، يقدم ملف الإسكان يريد أن يتحصل على مكان من الأماكن المغصوبة، ويعمل محامين ويعمل محاكمات ويعمل كذا ويطالب بالخصومات وبالفجور. فهذا هو السلوك السيء اللي يوصل الناس إلى ما وصلهم إليه. فإذا البيع والشراء أو الشراء من مكان مغصوب مكروه وليس حرام، وليكسب من البيع والشراء في المكان المغصوب الكسب حلال، لكن إقامته فيه وبيعه وشراءه حرام. مثل الدار المغصوبة السكنة فيها والإقامة فيها حرام، والصلاة فيها حرام لأنها عبادة، صلاة حرام فيها، لكن هي صلاة باطلة ولا صحيحة؟ فيها اختلاف بين العلم. جمهور العلم يقول حرام وليست باطلة، ومنهم الظاهرية ومذهب الإمام أحمد يقول ما دام الصلاة منهي عنها فتكون فاسدة ولكن هي باطلة وتجب إعادتها. ولكن حتى من يقول الصلاة صحيحة مع الإثم، ما الفائدة من الصلاة مع الإثم؟ هل في فائدة منها؟ هل تكون صلاة مقبولة؟ لأن كونها صحيحة فقط أنك غير مطالب بقضائها، هذا معناه بس، شو يجب عليك أنك تقضيها؟ لكن هل آتت ثمارها وقبلها الله عز وجل ولم يقبلها؟ هذا هو السؤال. إذا كانت الصلاة هي في معصية كيف يقبل الله عز وجل المعصية؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كأن القولين هما ينتهيان إلى شيء واحد، فصلاة غير مقبولة مثل صلاة باطلة في واقع الأمر. لكن الفرق أن عند علماء المالكية لا يجب قضاؤها فقط، هذا يعني سليم ما يجب القضاء، وعند آخرين يقول لابد أن تقضيها مرة أخرى. أي هذا أنت تتكلمين عن التطوير العمراني، يسماه القذافي التطوير العمراني، أول ما جاء يعني سي اللعاب التجار ثم بعد ذلك خدعهم الناس. عندما ينزلقون إلى الحرام تكون عاقبته وخيمة وبال، حرام عاقبته الندم لا شك في ذلك. فأعطاهم مغراهم، كل واحد عنده يريد أن يبني عمارة بمئة ألف، فتح لهم البنوك على مصرعها، والناس صاروا يتسابقون مع أنه عقود حرام بفائدة 7% و8% و10%، صاروا يتسابقون على ذلك واخذوا القروض وبنوا العمارات. ثم بعد ذلك منهم من عجز ومنهم من لم ينتظره حتى يعجز، بل هو غير القانون واستولى على تلك العمارات بدعوى أن أصحابها لم يسددوا ما عليهم. الواجب في مثل هذه الأمور سواء كانت العقود أساسا حتى لو كانت العقود صحيحة وليست محرمة مثل قرض الربا، هذه العمارات هي مرهونة مقابل قرض، هذا رهن لا إشكال في هذا. لكن عندما يتأخر المتسلف عن السداد يباع الرهن، يباع الرهن بمعرفة أهل الخبرة وأمناء السوق، فينظر الثمن اللي بيعت به هذه العمارة إن كان هو قدر الدين خلاص يدفع للمصرف وانتهت المسألة، يبقى ما حد يطالب بحد شيء. إذا كان المال اللي بيعت به العمارة أكثر من قيمة القرض فتعطى قيمة القرض فقط للمصرف والباقي يرد إلى صاحبه. إذا كانت أقل يدفع ما بيعت به للمصرف ويبقى صاحب العمارة مدين للمصرف بالباقي. هذا هو الإجراء يجب أن يكون، لكن هم عملوا هذا، هم عملوا مسألة إغلاق الرهن
لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يغلق الرهن. إغلاق الرهن معناه أن اكترث العمارة مقابل دين، ثم بعد ذلك إذا تأخرت عن السداد نأخذ العمارة والسلام أقل ولا أكثر ما عشنا بها، لكن مال بالباطل حرام ما يجوز. هي إذا كان ملكيتها آلت إلى الدولة ما عاش فيها إشكال، إذا كان لا، لكن هذا يترتب على الإنسان عليه أن يبحث عن هذه العمارة هل في جزء منها مازال مملوك لصاحبها ولا ليس هناك جزء مملوك، لأن قد يكون نصف العمارة يسدد الدين ونصف الآخر مفروض لا تأخذه الدولة. ما هذا الإشكال اللي وقع، العمارة أخذت هكذا، لكن لو اطلعت انت على الملف في المصرف وإلا في التسجيل العقاري ولا في مكان وجدت أن العمارة بيعت بقدر الدين، ولا صار في اتفاق بين المالك وبين المصرف بحيث ردوا لها، كان في مال زايد عليها ردوا لها مالها، تتمسك يبقى العقد صحيح، بعد ذلك العمارة كلها صار ملكتها للمصرف والتسجيل العقاري والإسكان. لكن إذا كان قلنا مثلا هم يطلبوا منا 100,000 والعمارة تساوي 200,000، فهم أخذوا العمارة كلها مقابل 100,000، معناه نصف العمارة كان يمكن يأخذوه، نصف العمارة كان يبقى ملك لصاحبه. فمثلا ينبغي كل حاجة ينظر فيها بخصوصها، لساكن الآن في عمارة ولا اشتراها عليه أن يبحث عن ملفها وعن الشخص اللي كانت ملك ليه، هل مسوي أموره مع المصرف، هل المصرف واخذ جزء ليس من حقه، بحيث تطمئن نفسه لهذا الأمر. قالوا يلزمه القراء في ذمته، يعني صاحب الملك الأصل المقصود منه إذا استعمل الغصب، إذا كان الغاصب استعمل الشيء المغصوب من حق المالك أن يطالب بالكراء، لكن إذا كان لم يستعمله الغصب، في فرق بين الغصب والتعدي. الفرق بينهم، فرق بينهما أن التعدي إنسان يأخذ منك هذا الشيء لا ينوي تملكه، وإنما ليستفيد منه فقط ويحتفظ بالملكية لك. مثلا كانوا في وقت من الأوقات إذا احتاجوا إلى سيارات لنقل سلع عليهم، الشركات المفسدة اللي كانت تشتغل لصالحها وتملكها الدولة، تملكها المخابرات وتملكها الناس الماسكين بزمام الأمور، يعملوا حملة أحيانا يقول جميع الجرافات يستولوا عليها، لأن عندهم خدمة هم بيشتغلوا بها، يرون من مصلحة عامة، يوقفوا يبعثوا جنودهم في الطرقات، السيارات الكبيرة الشاحنات أو الجرارات أو كذا كلها يوقفوها يوجهوها، يقول أنت تمشي المكان الفلاني، تمشي لصديق، تمشي الكساء، تمشي الخم. هذا لا يسمى غصب، هذا يسمى تعدي، لأنهم بيشتغلوا بياخذوهم بيستغلهم يومين ثلاثة أربعة خمس ستة ليقضوا مصالحهم، بعدين يقولوا امشوا على حالكم وما يعطوهم شيء. هذا من حقه الكراء، حتى ولو ما شغلوش شيء، لو قريته بالمكان الفلاني وما اشتغل شيء من حقه الكراء، هذا يسمى تعدي. المتعدي من حقه، المتعدى عليه من حقه أن يأخذ الكراء، سواء كان استغل مؤخذ منه أو لم يستغل. لكن الغصب لا، الغصب أن إنسان من أول أمر أراد الاستيلاء على العين لا على المنفعة، زي قالوا رقم أربعة وكذا، يريد أن يأخذ هذه اللي أنا قال الناس ما عندهمش حق في التملك، ما يملكش لا القذافي ولا جماعته وخلاص، هذا اللي يملكه فقط، هذا غاصب. الغاصب إذا كان استغل الشيء المغصوب، من حق المغصوب منه أن يطالب بالكراء مدة الاستغلال والاستفادة. لكن إذا غصب هذا المكان وبقي مقفول ما يستفيد منه أحد، فليس من حقه أن يطالب بالكراء، لكن العين من حقه أن يطالب بها في كل وقت.